بارزاني يؤكد خلال زيارته بغداد تبلور أجواء إيجابية بشأن الموقف السياسي، ومراقبون يعدونها خطوة متقدمة لحل الخلافات. مشاريع فك الاختناقات المرورية تشهد نسب إنجاز متقدمة، ومواطنون يؤكدون إنها أسهمت بتخفيف الازدحامات. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تعقد اجتماعها الدوري في بابل، وعمل متواصل للإسراع بمشروع مطار الناصرية الدولي. وزارة النفط تؤكد إن نسب استثمار الغاز وصلت إلى 62% وتسجيل ارتفاع في مبيعات الغاز السائل للسيارات. مرصد الأخبار، أهلا بكم. بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع رئيس حزب التقدم محمد الحلبوسي في بغداد آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة. وذكر بياننا لمكتب بارزاني إن اللقاء ناقش الوضع السياسي في العراق ومسألة تعيين رئيس لمجلس النواب، فضلا عن تنفيذ والتزام الأطراف باتفاق ائتلاف إدارة الدولة. هذا وحضر بارزاني اجتماعا مهما ضم جميع قيادات القوى السياسية السنية في مكتب رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، إذ يأتي الاجتماع في إطار الجهود المكثفة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات الداخلية بين القوى السنية، وذلك لضمان انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل بالتوافق. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي ذكرت في بيان إن المجتمعين شددوا على أهمية توحيد الموقف الوطني اتجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق، كما جرى التأكيد على أهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها، مشيرا إلى أن المجتمعين شددوا على ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها والتعاون في ذلك. وفيما يتعلق بالتحالف الدولي، اتفق جميع الأطراف داخل الاجتماع على أهمية إنهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة إلى صورة أخرى من صور التعاون على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأبدى المجتمعون رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والإسهام في حلها بموجب القانون والدستور. حضور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني إلى بغداد وإجراءه حوارات مباشرة مع الحكومة الاتحادية والفرقاء السياسيين عده مراقبون خطوة متقدمة لحل الخلافات وتحت سقف الدستور والقانون. أحمد الزيدي. أبعاد مهمة حملتها زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني إلى العاصمة بغداد، أهمها تجديد العلاقة وترسيخها بين المركز والإقليم وحل الخلافات السياسية والاقتصادية العالقة كملف النفط والغاز وتوزيع العائدات والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها. لذا فإن الزيارة بحسب مراقبي من شأنها أن تنهي هذه الخلافات. هذا أمر إيجابي حقيقة. فيما سبق كانوا يرسلون اللجان، وهذه اللجان لا تمتلك الصلاحية ليكون لديها القدرة على التنازل أو التفاوض. الآن أنا أعتقد بأن هذه القضية إذا كانت مع رئاسة إقليم كردستان أو مع الحكومة المركزية أو وزارة
المالي أنا أعتقد سوف تحل هذه الأمور بالطرق الدبلوماسية. جملة لقاءات أجراها البارزان مع قادة وزعماء الكتل السياسية للتباحث حول إيجاد مخارج للأزمات القائمة بين بغداد وأربيل، إذ يؤكد مراقبون على أن إنهاء الخلافات عبر الحوار وتبادل وجهات النظر والابتعاد عن التشنج بالمواقف كفيل بتجنيب البلاد أزمات تضر بمصالح الجميع. لا توجد مشاكل لا يمكن حلها في داخل البيت العراقي، لابد أن يكون سقف الدستور والقانون العراقي هو السقف الذي نتحرك حوله، وأن تكون البوصلة هي مصالح الشعب العراقي بشكل عام، ولابد أن نصل إلى صيغة تفاهم دائما مع الأخوة الكرد فيما يتعلق بالمصروفات والأمور المالية وحل هذه المشاكل العالقة. ويرى مراقبون على أن الزيارة بأبعادها السياسية ستفتح الباب لمرحلة جديدة من الشراكة بين المركز والإقليم، مبنية على المصالح الوطنية المشتركة ووحدة المواقف، بما يعزز مصلحة البلاد برمتها، وهذا قد ينعكس مستقبلا على شكل التفاهمات السياسية المقبلة وحل حالة جميع المشاكل الخلافية، ويؤسس لتواصل مباشر يعود بالنفع لجميع الأطراف. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الكبيرة المتبادلة بين بغداد وأربيل لحل الخلافات وإنهاء الأزمات، بما يحقق الاستقرار والازدهار لجميع العراقيين. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. أكد النائب الأول ورئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أن استمرار التعاون وإدامة الحوارات واللقاءات بين بغداد وأربيل كفيل بإيجاد الحلول لجميع الملفات. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن المندلاوي استقبل بمقر إقامته رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له، إذ أجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي وعدد من الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل، مشيرا إلى أن زيارة بارزان إلى بغداد ستسهم بتمتين دعائم الثقة والتعاون بين بغداد وأربيل وتنظيم وتنسيق العمل تشريعيا وتنفيذيا وحسم العديد من الملفات. هذا والتقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني خلال زيارة بغداد وفدا مشتركا من سفارات 8 دول عربية. وذكر بيان لمكتب البرزاني أنه عرض على الوفود نبذة من الحلول للأوضاع السياسية العراقية وأسباب ودوافع زيارته إلى بغداد ولقائه وإجراء حوارات مع الأطراف السياسية، مشيرا إلى تبلور أجواء إيجابية فيما يتعلق بالأوضاع والمواقف السياسية في العراق وإمكانية التواصل على أساس من هذا المناخ الإيجابي. وخلال استضافته في برنامج كلام حر، أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة سامي الجيزاني أن زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لبغداد جاءت لترسيم العلاقات وفق مبدأ الوضوح والشفافية الذي تتبعه الحكومة الاتحادية. هذه الزيارة جاءت لترسم العلاقات بعد زيارات وبعد انفتاح وعملية تواصل بين بغداد وأربيل. الحكومة الحالية و الإطار التنسيقي وإئتلاف إدارة الدولة ذاهب لتصفير الأزمات، بالتالي حالة الوضوح والشفافية حاضرة لدى بغداد، وهذه الرسائل وصلت إلى أربيل. بالتالي زيارة السيد البرزاني هي نتيجة الحراك السابق من التواصل، من فتح الملفات بحالة إيجابية. هنالك ذراع برلماني داعم للحكومة وما عنده عقدة ومشكلة مع الإقليم. طيب. هذا جانب. الجانب الثاني ائتلاف إدارة الدولة والأخوة الكرد جزء أساسي وجزء مهم، بالتالي لديهم شراكة بالحكومة الاتحادية. القضية الثالثة والمهمة شخص السيد رئيس مجلس الوزراء لديه وضوح وشفافية ورغبة حقيقية بتصفير الأزمات. هاي العناصر الثلاثة اجتمعت ووصلتنا اليوم لحوار، لجلسات سياسية، لزيارة للسيد البرزاني إلى بغداد، هي فاتحة خير.
من جانبه أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أن زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد جاءت لتصفير الأزمات، مبينا أن أربيل تؤمن أن الحوار هو الأداة الفاعلة لحل المشاكل بين الجانبين، وأن بغداد أصبحت اليوم المرجع الأول والأخير للأقليم. هذه الزيارة من الزيارات المهمة جدا في هذه المرحلة اللي يمر بها البلد. كثير من التحديات أمام البلد باعتبار أنه تحديات كانت سياسية، اقتصادية، أمنية، اجتماعية، كل هذه الأمور أمام هذا البلد. فكان من الأوجب ومن أن يكون هناك تلاحم بين جميع مكونات هذا البلد من أجل استمرار العملية السياسية إلى الأمام. قرارات المحكمة الدولية اللي أثرت تأثير سلبي يعني أكيد 100% على اقتصاد إقليم كردستان، ما جعل أنه يكون توجهه إلى المركز باعتبار الراعي الأول والأخ الأكبر للعملية السياسية، والنية الصافية اللي موجودة لدى المركز والأخوة الموجودين في المركز. إذن وللحديث حول هذا الملف ينضم معي مباشرة من أربيل الكاتب والمحلل السياسي محمد زنجنة. سي زنجنة، بداية مرحبا بكم في المرصد الخبري. كيف ينظر الأقليم على المستوى السياسي والشعبي إلى زيارة السيد مسعود بارزاني إلى بغداد؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم وللزملاء والمشاهدين. بالتأكيد هناك أصداء إيجابية كثيرة وكبيرة جدا وواسعة من خلال النخب الثقافية والسياسية في إقليم كردستان، هذا بالإضافة إلى المواطنين من خلال الرصد الذي كنت في بصدد متابعته خلال اليومين القادمين. الجميع متفائل بهذه الزيارة، والجميع يبين بأن هذه الزيارة جاءت لوضع النقاط على الحروف حيال الكثير من الأمور. ما الذي تريده بغداد من إقليم كردستان، وما الذي يريده الأقليم، وتحديدا ما الذي يريده الحزب الديمقراطي الكردستاني من العملية السياسية بشكل عام. الرئيس مسعود بارزاني ويعني شهادة مجروحة فيه، هو رجل سياسي مخضرم من الرعيل الأول للعملية السياسية العراقية، هو كان موجودا في الخط الأول لمقارعة الدكتاتورية. والجميل هنا في العملية السياسية زميلي العزيز أن الأطراف المتنفذة اليوم في الحكم في بغداد كانت على نفس الخط لمقارعة الدكتاتورية مع الأحزاب السياسية الكردية، وعلى نفس الخط في محاربة إرهابي داعش. إذن استغلالا لهذه المتشابهات أو هذه المسائل المشتركات الموجودة بين الطرفين، الرئيس مسعود بارزاني كعادته بادر بهذه الزيارة لكي تكون يعني فلنقل فاتحة خير لحلحلة كافة المشاكل بين الإقليم وبغداد. نحن لا يعني نتوقع أن تحل كافة المشاكل بنسبة 100%، بالتأكيد ستبقى بعض المشاكل التقنية والمشاكل الإدارية وبعض المشاكل التي لها علاقة بسير العملية السياسية، لكون الترتيب السياسي والإدارة السياسية للعراق ليست بهذا التطور الذي من الممكن أن نراه في بعض الدول، وهذا بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة. ولكن المهم أن لا تصل هذه الخلافات إلى حد القطيعة ومقاطعة العملية السياسية والتهديدات التي كنا نسمعها يوميا من بعض الطارئين على العملية السياسية. نعم، طيب كيف تنظر إلى حضور السيد مسعود بارزاني إلى اجتماع لقوى الإطار التنسيقي؟ هل هذا يعيد ويحيي التحالف الاستراتيجي بين المكون الشيعي والمكون الكردي برأيكم؟ طبعا دائما كان الحزب الديمقراطي الكردستاني ينظر إلى جميع الأطراف السياسية بعين واحدة. عام 2003 عندما توجهت المعارضة العراقية إلى بغداد بعد إسقاط النظام السابق، أولى الزيارات التي قام بها الرئيس مسعود بارزاني كانت إلى الناصرية لسماحة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم. وفي تلك الفترة كانت وما زالت الوشائج قوية وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة برغم كل الخلافات
التي سادت العملية السياسية. في عام 2005 استضاف الرئيس مسعود بارزاني العشائر السنية التي كانت رافضة للدستور ورافضة للانخراط في العملية السياسية، وبين لهم مدى مزايا المشاركة ومخاطر الابتعاد عن هذه العملية. إذن من الطبيعي جدا أن يكون تواجد الرئيس مسعود بارزاني في هذا الاجتماع الذي يضم كافة القوى السياسية العراقية المشكلة للحكومة، وخصوصا أنها مشاركة للمرة الأولى، وهذا تعزيز لهذا التحالف وتعزيز قوي وتقوية لهذا التحالف والوشائج التي كان من المفروض أن تكون متواجدة منذ اليوم الأول. لا ننسى أن مسألة الانسداد السياسي حلت في مقر الرئيس مسعود بارزاني، وعلى إثر هذا الاتفاق تشكلت الحكومة وتم اختيار رئيس الجمهورية. نعم، هذا تقوية وتعزيز للتحالف بين الجانبين الكردستاني والشيعي، وأيضا تأكيد على أن الجانب السني أيضا غير متجاهل من قبل الجانب الكردستاني، وما زال موجودا بدليل الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس مع الشيخ خميس الخنجر والسيد محمد الحلبوسي. إذن في المحصلة هناك توازن في النظرة السياسية من قبل الرئيس مسعود بارزاني، ودائما في الشدائد أغلب الأطراف السياسية حتى وإن كانت على خلاف مع البارتي تلجأ إلى أقليم كردستان وتلجأ إلى الرئيس مسعود بارزاني لما يمتلكه من ثقة ومن أخلاق فرسان، يعني يندر وجودها في العمليات السياسية في المنطقة وفي دول العالم. إذن بكل صراحة نعم، هذه كما قلت وكما تفضلت هي تقوية واستمرارية وديمومة للعلاقة السياسية بين الكرد والشيعة. نعم. طيب سيد زنقنة، جرى العرف السياسي بأن المكون يحدد تسمية محددة لشغل منصب ما ويبارك الطيف الوطني ذلك، هكذا جرى العرف السياسي، لكن كيف ينظر أو تنظر القوى السياسية إلى منصب رئيس البرلمان، لا سيما بعد حضور السيد مسعود بارزاني لاجتماع كان مهم للأطراف السنية، وكان الحديث حول تسمية رئيس مجلس النواب؟ بالتأكيد سؤال مهم جدا زميلي العزيز. نعم، الديمقراطي دائما ينظر إلى هذه المسألة في إطار اتفاق الأغلبية حول الشخصية التي ستقدم إلى مجلس النواب أو إلى أي منصب كان أو إلى أي مهمة كانت، ويتم الاتفاق على هذا الموضوع. يعني لم يتدخل أي يوم أي طرف كردستاني وخصوصا الديمقراطي في فرض شخصية. نعم يقدم ملاحظات، نعم يبين بأن هذه الشخصية من الممكن أن تكون لها هذه السلبيات، ولكن التدخل في حق المكون لم يكن في أجندة الحزب الديمقراطي حتى الآن. لم ترد هذه التفاصيل العميقة حول مسألة الاجتماعات والجلسات التي كانت يعني التي جرت بين الرئيس والسيد الخنجر والشيخ الشيخ خميس الخنجر والسيد الحلبوسي، ولكن بالتأكيد من قراءة لهذا الموقف بالتأكيد الرئيس مسعود بارزاني من الممكن أن يكون قد حثهم على الاتفاق على شخصية معينة أن تكون مقبولة من قبل الأطراف السياسية الأخرى إن كانت شيعية أو كردية، أن يكون هذه الشخصية قادرا على إدارة دفة رئاسة البرلمان، وأن يكون شخصا موثوقا فيه ويستطيع أن يحافظ على التوازن البرلماني. نعم جيد. الكاتب والمحلل السياسي محمد زنقنة من أربيل، أشكر انضمامك إلينا. كشفت وزارة الإعمار والإسكان موعد افتتاح مجسر ساحة النسورة غرب العاصمة بغداد ضمن مشاريع الحزمة الأولى من فك الاختناقات. المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح ذكر أن الأعمال وصلت مراحل التشطيب الخاصة بافتتاح جزء من مجسر ساحة النسورة ووضع اللمسات الأخيرة له، مضيفا أنه لم يحدد حتى الآن الموعد النهائي للافتتاح، وبانتظار لجنة الاستلام الأولية لتحديد الملاحظات الفنية البسيطة عليه، فيما توقع صباحا يكون الافتتاح الأسبوع المقبل. تواصل دائرة الطرق والجسور أحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان أعمال مشروع إنشاء طريق القاسم شوملي الرابط بين محافظة النجف الأشرف بطريق المرور السريع رقم 1، ويتضمن المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 20% إنشاء طريق بممرين بطول أكثر من 16 كيلومترا وفق مواصفات المرور السريع مع تقاطعين، حيث
حيث سيرتبط بل يربط قضاء القاسم مباشرة بطريق المرور السريع من جهة الشوملي، ومن الجهة الثانية بطريق القاسم الكفلة، سيخدم العديد من المدن والقرى والأقضية التي يمر بها، ويساعد في تخفيف الاختناقات المرورية فيها وتسهيل حركة مرور المواطنين والبضائع. يجري العمل بانسيابية عالية في مشاريع فك الاختناقات، إذ تقترب مشاريع جديدة ضمن الحزمة الأولى من الاكتمال لافتتاحها أمام المواطنين، وسط تأكيدات حكومية بضرورة تجاوز الأخطاء والتعقيدات التي واجهتها بعض المشاريع السابقة. صباح حكيم. تقترب مشاريع جديدة ضمن الحزمة الأولى من فك الاختناقات من الاكتمال لافتتاحها أمام المواطنين، ومنها مجسرات ساحة النسور وتطوير تقاطع معسكر الرشيد سريع الدورة مع مجمع ميشن، والطريق الرابط لسريع محمد القاسم مع طريق كركوك بغداد مرورا بحيي البساتين والإسريدات. وأطلقت وزارة الإعمار والإسكان الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات، والتي التمس المواطنون فعاليتها في تخفيف الازدحامات المرورية. وهاي المشاريع راح تفك هواي أزمة وتفك هواي شغلات عندنا، يعني مكان الازدحامات وهاي الجسر اللي يسوون لنا إياها، يعني هواي راح يصير عندنا شوارع مفتوحة، خاصة هسه تعرفون سيارات هواية بشر هواي وطرق ما عندنا احنا، يعني هاي الجسور وهاي المشاريع كلش حلوة ومرتبة. وتعمل الحكومة على تجاوز بعض الأخطاء والتعقيدات التي واجهتها خلال المرحلة الماضية أثناء تنفيذ العمل في المشاريع التي افتتحت، لا سيما مع اعتماد استراتيجية جديدة لتجاوز التأخيرات السابقة في إحالة مشاريع الطرق واستقطاب شركات متميزة وضمان الكفاءة والمهنية في العمل. مشاريع جدا مهمة، أولا لفك الاختناقات. الآن المواطن من يخرج بأي عمل من منزله لما يعود يحتاج إلى ثلاث أرباع وقته على الازدحامات. وتعاني العاصمة منذ سنوات من أزمة مرورية خانقة مع الأعداد الكبيرة للمركبات، والتي لم تعد الشوارع الفرعية والرئيسة تتحملها، ومع غياب وسائل النقل الجماعي، لذا وضعت الحكومة في أولوياتها مشاريع فك الاختناقات والتي باشرت بها، وهي مستمرة لإكمالها جميعا دون أي تأخير. صباح حكيم، الفرات. وللحديث حول هذا الملف ينضم معي عبر السكايب من بغداد الناطق الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان الأستاذ استبرق صباح. سي صباح، بداية مرحبا بكم في المرصد الخبري. إلى أين وصلت نسبة إنجاز المشاريع، مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير ومساء مشاهدين قناتكم الموقرة. بالحقيقة قبل ما أحب أن أجيب حضرتك على سؤالك، حضرتك نوهت يمكن أكثر من مرة من خلال اللقاء إلى أنه سيتم معالجة الأخطاء في التي ظهرت خلال المشاريع القديمة مستقبلا في هذه المشاريع. بالحقيقه انه لا توجد اخطاء، كل ما هنالك الان اثيرت بعض الملاحظات او ما اثير بوسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص مشروع قرطبه، انه لماذا تم غلقه وهنالك صيانه وما الى اخره. لا طبعا ابدا، كل ما هنالك الان هو لجنه الاستلام الاولي عندما اتت لتستلم هذا المجسر وجدت أن هنالك فرق بالمنسوب فيما بين الشارع وما بين المجسر، وتم معالجة. طيب نعم سي صباح، يبدو أنه الاتصال قطع مع سي صباح المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان. وفي المرصد حيث كشف مدير إعلام المرور العام المقدم محمد علي الحسون عزم مديريته وضع تقييم شامل لخطة استبدال الأوقات في دوائر الدولة، وقال الحسون إن تحديد أوقات مختلفة للدوام بحسب الوزارات والمؤسسات ساهم بشكل إيجابي وفعلي للتخفيف من الاختناقات المرورية، مبينا أن الخروج بحصيلة أو نسبة مئوية أو واقعية وصحيحة لهذا التأثير في الأيام المقبلة.
وجه وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم بتشكيل غرفة عمليات لإزالة التعارضات عن مشروع مجاري الطارمية. الوزارة ذكرت في بيان إن بتال أجرى زيارة ميدانية إلى موقع المشروع للوقوف على مجريات العمل ومراحل التنفيذ، واطلع على طبيعة الأعمال المنفذة والأعمال المتبقية والمعوقات المحيطة بتنفيذ المشروع. ووجه بتال باستنفار الجهود والاستمرار في العمل على مدار اليوم والالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز مشروع مجاري الطارمية. حدد المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي عدة أولويات لعمل مجالس المحافظات، وأكد الفتلاوي خلال اجتماعه برؤساء المجالس المحلية في بابل على عدة أولويات من بينها تعديل قانون المحافظات. وأكد الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي في الملتقى الذي جمع رؤساء المجالس المحلية في بابل على أن يكون هذا الاجتماع دوريا من أجل مناقشة واقع حال المحافظات التي يمثلونها وكيفية الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الرقابي والتشريعي، فيما كشف الفتلاوي عن عدة أولويات تؤخذ في الفترة القادمة، منها إعادة النظر بقانون المحافظات وتعديله وفق المتطلبات المرحلة، إلى جانب التحويل الرقمي في العمل الإداري وتوحيد سياقات القانون لإنهاء التعارضات، بالإضافة إلى تجاوز الفجوات المكانية وفي الوحدات الإدارية بين المحافظات مع إصلاح المنظومة الإدارية والتخطيط. عقد في محافظة بابل الاجتماع الدوري لمجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم بحضور المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي، إذ ناقش المجتمعون المشاكل التي تعترض مجالس المحافظات ووضع الحلول لها همم الموسوي. للارتقاء بمستوى أداء مجالس المحافظات، شهدت محافظة بابل اجتماعا دوريا لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم بحضور المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي. المؤتمر خرج بعدة توصيات تخدم العمل الحكومي. أولوية إعادة النظر في قانون المحافظات وتعديله وفقا لمتطلبات المرحلة، وكذلك تم الاتفاق على التنسيق المشترك في ثلاث أولويات أساسية. الأولوية الأولى وهي أولوية التحول الرقمي للعمل الإداري في المحافظات، والسادة رؤساء مجالس المحافظات كانوا أيضا متفاعلين مع هذه الأولوية. والأولوية الثانية توحيد السياقات والإجراءات القانونية وتخليص المنظومة القانونية الخاصة باللامركزية من التعارض والتضارب الذي تشهده في بعض نصوصها، واتفقنا على عمل مشترك في هذه المسألة. والأولوية الثالثة وهي تجاوز الفجوات المكانية اللي موجودة فيما بين المحافظات وفيما بين كل محافظة من المحافظات وحداتها الإدارية. تم هذا اليوم عقد المؤتمر التشاوري للسادة رؤساء مجالس المحافظات بحضور المنسق العام للمحافظات الغير منتظمة في إقليم، والذي تم طرح خلاله مجموعة من المقترحات القوانين والتشريعات التي تساهم بشكل كبير في تحسين أداء عمل المجالس المحافظات، تقديم أفضل الخدمات والنهوض بواقع محافظتنا. وخرج المؤتمر بعدة توصيات مكتوبة سيتم طرحها على جنابكم. أهم التوصيات المؤتمر والمناقشات حول اللامركزية، لأنه المركزية راح تكون عرقلة لكل أداء المجالس. كان السيد المنسق من الداعم والسيد رئيس الوزراء من الداعمين إلى نقل الصلاحيات إلى مجالس المحافظات والحكومات المحلية. رؤساء مجالس المحافظات أكدوا أهمية هذا الاجتماع كونه شخص المشكلات وناقش الحلول، فضلا عن مناقشة آلية الانسجام بين الحكومتين التنفيذية والتشريعية. ناقش جملة قضايا، منها قانون المحافظات والتعديلات على قانون المحافظات، منها الصلاحيات، منها الموازنات، موازنات المحافظات، منها بعض الإجراءات والسلوكيات والمشاكل داخل المحافظة وكيفية معالجتها. مؤتمر خرج بتوصيات جيدة
مساندة للحكومات التشريعية المرقابية وهي مجالس المحافظات، وأيضا منسجم مع رؤية الحكومة المركزية والقوانين وكذلك الدستور. اجتماع دوري مهم جمع رؤساء مجالس المحافظات لتشخيص المشاكل والمعوقات وحلحلتها، وكلها تأتي لخدمة المجتمع. من مدينة الحلة همام الموسوي، الفرات. إذن وبالعودة إلى ضيفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان السيد استبرق صباح، نجدد الترحيب بكم في المرصد الخبري. إلى أي مدى وصلت نسبة إنجاز المشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد؟ نعم، بشكل عام مشاريع فك الاختناقات المرورية تشهد نسب إنجاز متقدمة بجميع مراحلها. اليوم الوزارة أنجزت الخمسة المشاريع الأولى من الحزمة الأولى، وهنالك أيضا افتتاحات خلال الأيام القادمة والأسابيع القريبة القادمة إن شاء الله. سنفتتح بإذن الله مجسر ساحة النسور خلال الأيام القليلة القادمة. أيضا ستكون لدينا افتتاحات خلال أيام لمشروع قناة الجيش لربط منطقة جميلة على امتداد شارع الجهاد باب المعظم، ولدينا أيضا افتتاحات لعدد من المشاريع للفترة الممتدة من الشهر السابع إلى شهر الثامن. أيضا شهر التاسع سيشهد افتتاحات لعدد من المشاريع، وبالتالي لن يتبقى لدينا سوى بعض المراحل التي سيتم ترحيل افتتاحها إلى العام القادم اللي 25، وهي المشاريع التي ابتدأت بشكل متأخر عن سابقاتها التي غالبا ما تتضمن إنشاء جسور على نهر دجلة. أيضا طيب، تم الشروع في الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية، حيث أطلق معالي السيد الوزير الأعمال التنفيذية للمشروع الأول للمشروع الأول من الحزمة الثانية، وهذا المشروع يتكون من ثلاثة فقرات. الفقرة الأولى هي إنشاء جسر على نهر دجلة موازي لجسر الصرافية الحالي، وسيكون مشابه له من ناحية التصميم المعماري والإنشائي مع تأهيل الممر القديم، إضافة إلى سيتضمن إنشاء مجسرين أحدهما في صوب الرصافة والآخر في صوب الكرخ عند مقتربات هذا الجسر، وبالتالي سنتمكن من دعم الحركة المرورية من المحور المروري المار ابتداء من طريق محمد القاسم وصولا إلى طريق مطار المثنى. نعم. طيب سيد صباح، ماذا بشأن المشاريع السكنية الجديدة في العاصمة بغداد؟ نعم، فيما يخص المشاريع السكنية في العاصمة بغداد، اليوم الوزارة تعمل من خلال مدينتين سكنيتين وبالتحديد الحزمة الأولى. المدينة الأولى هي مدينة الجواهري في أبو غريب بواقع 30 ألف وحدة سكنية و10 آلاف قطعة أرض مخدومة، إضافة إلى مدينة علي الوردي في منطقة النهروان بواقع 120 ألف وحدة سكنية. اليوم الأعمار جارية في لغرض استكمال الأعمال التنظيمية في هذه المدينتين المتضمنة إكمال افتتاح البلديات وتحويل ملكية الأراضي إلى هذه البلديات واستخراج إجازات الاستثمار. أيضا اليوم الوزارة تضع اللمسات الأخيرة فيما يخص إعداد التصاميم الحضرية والتصاميم التفصيلية للدور السكنية بمختلف أنماطها العمودية والأفقية. طيب كيف تسير وتيرة أعمال الوزارة لمشاريعها في محافظة البلاد؟ يعني احنا بشكل عام والله الوزارة اليوم مثقلة خلال البرنامج الحكومي الحالي، تعرف حضرتك وهذا دائما ما ننوه عليه من خلال الفضائيات والإذاعات السمعية والمرئية. اليوم الثقل التنفيذي للوزارة كبير بحدود أكثر من 30% من مجموع الوزارات وأكثر من 21% من مجموع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، وبالتالي هذا تحدي كبير لوزارة الإعمار والإسكان. لدينا 138 مشروع مدرج ضمن البرنامج الحكومي الحالي بمختلف القطاعات، المدن، الطرق، المجاري، الماء، البلديات، القروض والمباني، وبالتالي جميع مشاريعنا تسير وفق ما هو مخطط لها. افتتحنا الكثير من هذه المشاريع سواء كانت مشاريع الطرق أو مشاريع الإسكان في المحافظات، أو إضافة إلى مشاريع البنى التحتية المتضمنة بمشاريع الماء والمجاري والبلديات، وسنفتتح خلال الفترة الممتدة فيما تبقى من هذا العام والعام القادم إن شاء الله، وسنفي بجميع التزاماتنا المدرجة في البرنامج الحكومي. طيب المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان استبرق صباح، أشكر انضمامك إلينا.
أعلنت وزارة النفط أنها تعمل وفق خطة متوسطة الأمد لاستثمار الغاز الطبيعي الذي يعتبر ثروة غير مستغلة بالكامل. يتم حرق مليارات الدولارات سنويا عن طريق حرق الغاز المصاحب، بينما توجد كميات هائلة منه في باطن الأرض بانتظار الاستخراج والاستفادة منها. وأكدت الوزارة أن نسبة استثمار الغاز وصلت إلى 62%، مؤكدة أن النسبة المتبقية سيتم استغلالها من خلال عدد من المشاريع الجارية، مضيفة أنه تم افتتاح مشروع استثمار الغاز من حقل الحلفاجة في ميسان الذي يوفر 300 مليون مقمق يوميا، ويرفد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف، بينما يتم توفير الغاز السائل بكميات كبيرة يتم ضخها للإنتاج الوطني. وبيّنت الوزارة أن عملها على استثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية في ذي قارة، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى 70%، وسيضيفان 200 مليون مقمق يوميا. أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية تسجيل ارتفاع في مبيعات الغاز السائل للسيارات واستخدامه شهريا. مسؤول إعلام الشركة رافد صادق ذكر أن الغاز السائل للسيارات هو وقود عالي النقاوة وصديق للبيئة ومتوفر بأسعار رخيصة بمقدار 200 دينار للتر الواحد، لافتا إلى أن الغاز السائل منتج محليا في الحقول العراقية من قبل وزارة النفط. وأضاف صادق أن هنالك أكثر من 100 منفذ في العراق. قرابة 50% هو معدل الزيادة التي حققتها شركة توزيع المنتجات النفطية في تجهيز غاز السيارات السائل LPG خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعود ذلك وفق الشركة إلى زيادة الإقبال من قبل المواطنين على التزود بهذا النوع من الوقود. نشهد شهريا ازديادا ملحوظا في استهلاك مادة الغاز السائل LPG، وهذا أيضا يعود إلى ثقافة المواطن في استهلاك مثل هذه المادة لتبعات كثيرة، منها نقاوة هذه المادة وأيضا إنتاجها المحلي وسعرها الذي يصل إلى 200 دينار، وهو أقل بنسبة أكثر من 50% من المستوى الأدنى لأسعار الوقود البنزين المماثل لمادة زيت الغاز. مستخدمو الطرقات من أصحاب المركبات بيّنوا أن توجههم نحو هذا النوع من مصادر الوقود يأتي بعد أن أثبت كفاءته في الاستخدام فضلا عن قلة تكلفته مقارنة مع المنتجات الأخرى، لكنهم طالبوا في ذات الوقت بزيادة منافذ التجهيز. قاعد ترتاح بسيارة يعني تشوفها يعني فرق عن البنزين، البنزين تحس السيارة ثقيلة، اثنين اضافة له هو 200 لتر، يعني فرق عن البنزين ب 450 بغض النظر عن المحسن اللي هو صار ب 850، فبصورة عامة كل زين، بس مشكلة الصيانة هسه محصورة بس بالدوائر الدولة. يعني لحد الان ماكو صيانه خارجيه مثلا. مشكله بالمحطه يعني خلينا نقول قلق محطات، يعني هسه حاليا خلينا نقول يعني تقريبا صار لي حوالي في نص ساعه انا واقف بسرعه على مود الغاز خلينا نقول يعني، فيكون خلينا نقول المفروض خلينا نقول يكون زاد عدد المحطات خلينا نقول في بغداد. وكشفت هيئه التجهيز عن قرب اضافه 3 منافذ تجهيزيه لوقود الغاز السائل وتهيئتها للدخول إلى الخدمة، 2 منها في محافظة المثنى و1 في محافظة البصرة، ليرتفع عدد المنافذ التابعة إلى شركة التوزيع إلى 50 منفذا. وبقدر أهمية هذا التحول وما رافقه من ميزات للمستهلك، لأن الأهم من ذلك هو ضرورة زيادة عدد منافذ توزيع هذه المنتجات لتتلائم مع حجم الطلب والحاجة بالنسبة لسائق المركبات. حسين ياسين، الفرات، بغداد. نهاية المرصد، دمتم بسلام.